كل البدايات حلوة وكل صباح هو بداية لحياة جديدة بنعيشها بأمل وطاقة وحيوية وبغض النظر عن أي شيء واجهنا بالأمس. العادي والطبيعي أنك تبلش يومك تشرب شيء بتحبه وبعدين تتوجه لعملك، إذا كانت ربة منزل تتوجه لتخلص أمور منزلها، وإذا كان طالب جامعي يتوجه لجامعته، والأطفال بيتوجهوا للمدارس، والعامل بيتوجه لعمله، وكل شخص بيتوجه لوجهته ورزقه بهالحياة. لكن اللي مش عادي والجميل والمميز أنك تبلش يومك بشيء أنت تصنعه يكون خاص فيك، مساحة مخصصة لك، مثل كأنك تكون موجود هون صباحاً على البحر، تمارس رياضة المشي وتستعيد طاقتك الإيجابية كلها وتشحن طاقة تكفيك لكل اليوم، تكون كلها محبة وقوة وأمل وروح جديدة وحياة متجددة أكيد بالنفسية الجديدة اللي بنعيشها واللي بنحاول دائماً نحافظ عليها. الحياة هون كتير جميلة بعيداً عن كل مكدرات الحياة اللي ممكن تعكر صفو هاي اللحظات الحلوة اللي بتعيشها لحالك، اللي بتجدد فيها طاقتك الروحية. جربت قبل هيك تنزل تتمشى على البحر، تمارس رياضة المشي على البحر صباحاً وتعيش هالأجواء الحلوة، تعطي لحالك شوية وقت تكون فيه مهتم بحالك، بنفسيتك، بطاقتك، بصحتك وبيومك كيف رح يكون بعد هيك. انت ممكن ترسم يومك من هون ومن هذا المكان وصباحاً من هاي اللحظات الجميلة. اسمي محمود وصديقي رامي. احنا تقريبا يوم يعني بننزل على البحر الصبح، يعني لا اكثر من هدف. اول شيء بنمشي بنعمل رياضه، وكمان بنطمن على بعض، يعني بتعرف مشاغل الحياه، فمرات بتصدق ان فتره مش شايفين بعض مثلا او كذا، يعني بنتواصل وبنمشي مع بعض الصبح، ويعني نطمن على بعض نتحدث، واحنا ماشيين نعمل رياضه فريش. الحياه الصبح في غزه، البحر بتحسي بالنقاء والجو نظيف ونشاط، يعني ففي حياة تانية في غزة على البحر الصبح، بتختلف عن الحياة ما بعد كده بتصير فيها أنشطة اقتصادية وأعمال ومشاغل. فسبحان الله هذا وجه تاني من الحياة مهم برضو إنه يكون موجود. يعني طول اليوم لو ضلوا في الشغل ما بيخلص، فلازم يحط في باله إنه على الأقل بده يخصص ساعة أو ساعتين في اليوم لنفسه، لا إله، وأفضل شيء يكون في باكورة هذا اليوم عشان يعطي طاقة إيجابية لباقي هذا اليوم، عشان يكون حتى لما ننزل على الشغل بعد ما نخلص من هان بكون الواحد نازل بطاقة إيجابية غير الأيام. يعني أحيانا بعض الأيام ما بنقدر نيجي، بيكون في برد، بيكون في الجو شتاء، ما بنقدر نيجي. سبحان الله بينعكس على اليوم كله، انه غير لما يكون الواحد جاي ومتنشط ومشي على الكورنيش وهم شم هواء نظيف والتقى كمان في اصحابه، فبينعكس بشكل كتير ايجابي على كل يومه. رياضة المشي هي من أفضل الرياضات الموجودة عالمياً لما يحتاجها الإنسان وكافة أعضاء جسم الإنسان من هذه الرياضة، لأن هذه الرياضة هي تعمل عملية تنشيط كامل لكافة أعضاء الجسم. كل إنسان أنا بنصحه أنه يمارس رياضة المشي، لأنه هي تعتبر عنصر أساسي للصحة والنشاط لجسم الإنسان، وكل إنسان لازم يمشي يومياً ما يعادل 30 دقيقة، يعني من 3 إلى 4 كيلو يوميا. وكمان أنا بحب أقول أن هذه الرياضة ليس قاصرة على فئة معينة من الناس، بل هي يعني يمارسها جميع الفئات بغض النظر كان عمره 5 سنوات إلى 70 أو 80 سنة. وأكثر إنسان قريب من الإنسان هو زوجته، لأنها بتمثل أكثر من 90% من حياته. فيعني أحسن صديق وونيس لممارسة الرياضة هي الزوجة. لا الحمد لله إحنا مداومين دائما، يعني يوم بعد يوم بنطلع دائما هيك الصبح بنتمشى، بنمشينا نص ساعة أو ساعة وبعدين بنرجع على البيت. يعني هو دائما الحمد لله، لأنه المشي كتير منيح، بحس إنه هو متعة الحياة،
بنشط الجسم وبنشط الدورة الدموية، بترجع على البيت نشيطة، بتعمل متمارسة حياتك العادية كل يوم. والله الرياضة الصباحية إشي أساسي صارت في حياتنا، يعني خصوصاً إحنا سكان مدينة غزة اللي ساكنين على الساحل. الثقافة موضوع المشي الصباحي اللي بيجربه بيدمن عليه، وأنا شخصياً إلي سنين يعني على هذه الطريق بمشي يومياً صباحاً من الساعة 6 للساعة 7، لازم ننزل نمشي على الكورنيش لأنه المشي الصباحي فيه فوائد كتير. أول إشي بحسن المزاج تبع الشخص، بيعطيك طاقة إيجابية، بيعطيك تفكير إيجابي، بيعطي كتير شغلات، بتعطي هيك باور وطاقة للشخص، بتخلي يومه كله نشيط وفي سعادة وفي حيوية. فهذا المشي عن جد نعمة، بالذات لما يكون على بحر غزة بيكون أكبر نعمة إنك تمشي وتشمي الهواء كمان تبع البحر اللي فيه يود، لهذا اليود ممكن يأثر على الشخص في موضوع التفكير. طبعا احنا في حياتنا اليومية الكل بيكون عنده الوقت فل، يعني اللي بيشتغل الصبح بروح بيخلص أموره التانية، فعشان هيك أحسن وقت للواحد يعمل الرياضة هذه هي في الصباح، لأنه أنت في الصباح بيكون عندك الوقت كتير مناسب جداً، وفي شوية وقت فراغ ممكن تعمل فيه تمارس الرياضة الصباحية لا تستفيد، ويكون كل يومك كله إيجابي وطاقة وحيوية. أنا من اللي بمشي على الكورنيش إلي حوالي من 8 سنين، يعني بشوف ناس بتيجي وناس بتتغير، بس الإشي الحلو إنه الناس من سنتين ونطلع شوي الأعداد صارت تزيد، وصار من كل الطبقات ومن كل الجنسيات، أطفال، نساء، شباب، شيوخ، كله صار يمشي. فهذا إشي ببسطنا إنه في عندنا ثقافة في الموضوع هذا، المشي الصباحي انتشرت في قطاع غزة، وكل احترام لكل الناس اللي بيمارسوا هذه الرياضة، بيخلوا وقت من حياتهم لهذه الرياضة. الحياة جوا مدينة غزة لسه ما بلشت، ولكن هون الحياة على شاطئ بحر غزة بتبلش مباشرة بعد الساعة 4 الفجر وبعد صلاة الفجر. بيلبسوا الناس ملابس الرياضة أو أي ملابس بيرتاحوا فيها وبينزلوا لحتى يتمشوا ويشربوا شي بحبوه، وبعدها بعد ما يمشوا بدقائق أو بعد ما يمشوا ساعات بيتوجهوا ليمارسوا حياتهم العلمية والعملية في غزة. أنا إلي فترة، يعني إلي تقريباً 3 سنوات، روتيني اليومي متعودة إني أصحى الصبح بعد صلاة الفجر، أصلي الفجر وأول ما تبدأ الشمس تطلع بنزل بأمشي ساعة على ساعة إلا ربع، المهم لازم يومياً إلي المشي. تعودت صار إلي كذا سنة هيك، إذا يوم ما نزلتش أمشي بحس إن يومي مش تمام. هي فترة كورونا كانت، يعني عشان فترة حجر وكنا ملتزمين ومتخوفين لإننا نطلع، فكنت كتير كتير متضايقة. بتعرف اللي المتعود يومياً ينزل يومياً نشوف هوا البحر بيعطيني طاقة إيجابية، يعني بحس بنشاط، بحس بحيوية، حتى بتحس هرمونات الجسم، وظائف الجسم تكون كلها تنشطت، خاصة للمرأة بالذات بتحتاج لأنها تمارس لو نشاط رياضي بسيط. احنا دائما بنقول النظر إلى الطبيعة عبادة، وطبعا ولجسمك عليك حق، والمرأة كذلك، حتى لو ربت البيت ربت الأسرة، المرأة لازم تعطي لنفسها لو ساعة بس. فأنت لما تبدأ من الصبح بتاخذي طاقة إيجابية، بتدي جسمك طاقة إيجابية، النظر للبحر ومية البحر والبخار الماء اللي بياخده وجهنا الصبح هذا بدينا طاقة إيجابية برضه. فعشان هيك هو مفيد كتير للمرأة، فأنا بنصح كل السيدات إنهم ما يحرموش حالهم من رياضة المشي. هو بالنسبة لنا أنا وزوجتي هو برنامج يومي أو شبه يومي، خاصة في الفترة الصباحية نبعد عن ضغوطات الحياة وعن مناح الحياة، وبنمارس الرياضة اللي أعتبرها من وجهة نظري هي رياضة جميلة ومن أحسن الرياضات اللي تلزم الإنسان، خاصة في السن اللي هو الكبير، أو حتى أنا بوجهة نظري لجميع الأعمار، يعني يجب أن تكون نهج يومي لجميع الناس. وانا بعتبر انا كل ما اشوف الناس بيمشوا كثير بكثير اكون مبسوط، لانه هذا بعتبره هو دليل الحضاره وتقدم الشعوب. كل ما يزيد العدد معناته هناك في تغيير نوعي، اكيد هناك في كل يوم في وقت للرياضه،
زي ما بيكون في أوقات معينة الواحد بعملها الإنسان لازم يحدد وقت معين، وأنا من ناحية الصحية كتجربتي هو وقت الصباح هو أفضل وقت للرياضة، وخاصة أن الواحد بعد صلاة الفجر معظم الناس بيصلوا الفجر، فمن بعد الصلاة يجب أن يكون هناك فيه لو نص ساعة، أقل شيء نص ساعة يوميا أو يوم بعد يوم يمارس الرياضة، وهذه لا تعيق أي نوع من الانشغال اليومي في الحياة اللي هي متزاحمة ورا بعض. بحب أمشي دائماً مع زوجتي، فهي صارت عبارة عن متلازمة شريكة في هذا الضرب، مش في الحياة بس، حتى في المشي، وإحنا الاثنين بنستمتع في هذا المشي وبنقضي يمكن أجمل ساعات، نستذكر الأيام والتاريخ والظروف اللي بنعيش فيها والأولاد وحياتهم، فهي بعتبرها فرصة كمان للخلو الذهني في هذه الفترة، وخاصة الواحد بيكون صافي الذهن، فأنا بعتبرها يعني ربنا خلي لي إياها وإن شاء الله كل يوم نمشي. فلسطين كلها جميلة، فلسطين كلها حلوة، فلسطين حلوة بعطائها، فلسطين حلوة بصمودها وبصبرها، فلسطين حلوة بالقائمين عليها كأمثال السيد الرئيس محمود عباس، فلسطين حلوة بصبرها ورضاها، فلسطين جميلة بطبيعتها الخلابة من بحرها من حدود عكا من رأس الناقورة إلى رفح. الشعب الفلسطيني بيبدأ نشاطه من صلاة الفجر، بعدين نشاط بيسهل أولاده على المدارس أو على الجامعات، بوقف معاهم عشان يشعروا بالسعادة والإطمئنان، وإذا في عندهم أي أمور بحاجة لإلها منكمل لهم إياها. بعد ما يتسهلوا في عنا وقت فراغ قبل العمل، بننزل للنشاط وللرياضة، فبيبدأ يومك بالنشاط وبالرياضة، فبيضلك طول النهار بوضع إيجابي وممتاز وعطاء إن شاء الله. باختصار، الرياضة حياة والحياة سعادة، وباختصار الرياضة سعادة واقتصاد. كل ما حافظنا على صحتنا وعلى الرياضة، كل ما وفرنا أمور صحية وبتعطي سعادة للمجتمع الفلسطيني. والرياضة هي شباب في الشيخوخة، فإحنا بنتمنى على أهلنا وعلى شعبنا إنه يستمر ويعطي ويوجه كل أهلنا وشعبنا، كل الأشبال، كل الكبار والصغار، يوجههم لاتجاه الرياضة، لأنه الرياضة هي الحياة، الرياضة هي السعادة. وبهيك مشاهدينا خلص مشوارنا لليوم، بعد ما شفنا الحياة في غزة كيف بتبلش صباحا، كيف بتكون الحياة على بحر غزة، وكيف ببلشوا الناس يومهم لما يكونوا على شاطئ بحر غزة، وكيف كمان بتكون الحياة هون كأنها عالم ثاني مختلف تماما عن الحياة جوا المدينة.